تحويل فيديوهات اليوتيوب إلى مقالات احترافية مقبولة في جوجل أدسنس، والأهم من كده يا شباب إنه بيتم فهرسة هذه المقالات أو أرشفة المقالات في نفس اليوم وبسرعة رهيبة جدا. في الفيديو ده أنا هديلك أفضل موقع تقدر برابط فيديو تنشئ مقال احترافي كتابة بشرية، كمان بيتم فهرسة المقال في وقت قليل جدا زي ما حصل معايا يا شباب، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. أنا ما كنتش متوقع إن المقال ده هيتم فهرسته أصلا. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده المقال اللي أنا بتكلم عنه واللي عملته بنفس الطريقة اللي هنشرحها في فيديو النهاردة. ده عبارة عن فيديو موجود عندي على القناة على اليوتيوب، وبعد ما اضفت رابط الفيديو على الموقع اللي هنستخدمه النهاردة شباب، بدأ ان هو ياخد لقطات شاشة من الفيديو ومن الشرح الموجود في الفيديو، وتحت كل لقطة شاشة بيضيف النص اللي بيتنطق اثناء تشغيل لقطة الشاشة اللي موجودة. كمان بيضيف لك عناوين فرعية وعناوين رئيسية زي ما حضرتك شايف. يعني الموقع بيقوم بإنشاء مقال كامل من محتوى الفيديو اللي موجود، كل النقاط المهمة الموجودة داخل الفيديو بياخد منها سكرينات ويبدأ يضيف لك الشرح تحت السكرين، وفي النهاية بيضيف لك خاتمة للمقال. يعني شباب المقال بيحتوي على معايير السيو المطلوبة لتحقيق الربح من جوجل أدسنس. كمان المقال بيتم ارشفته بسرعة جدا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي يا شباب. انا هاخد رابط المقال ده وهنروح على جوجل سيرش كونسول، هضيف رابط المقال وهنضغط انتر. زي ما حضراتكم شايفين المقال تم فهرسته ومفيش اي مشكلة في الفهرسة. ولو رجعنا خدنا الكلمة المفتاحية الموجودة في العنوان او الكلمة الرئيسية المستهدفة للمقال ودخلنا على محرك البحث، هضيف الكلمة المفتاحية وهضغط على سيرش. زي ما حضرتك شايف المقال بيتصدر نتائج البحث مفيهوش اي مشكلة، وده دليل ان الموقع بيديلك مقال احترافي ومقال مقبول في جوجل ادسنس. هنضغط على الرابط، ادي المقال يا شباب اللي هو معمول بنفس الطريقة اللي احنا هنشرحها النهاردة. وطبعا يا شباب في تركاية انا عملتها خارج الموقع بعد ما خدت المقال من الموقع علشان احسن المقال واحول الكتابة الموجودة في المقال من كتابة بالذكاء الاصطناعي الى كتابة بشرية 100%. التركية دي هقولها لك في نهاية الفيديو، علشان كده اتأكد ان انت معايا ان شاء الله لنهاية الفيديو وما تضيعش ثانية واحدة من الفيديو ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت والتسويق بالعمولة. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مرة تشوف القناة يا ريت تدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك شرح النهارده ما تنساش تدعمنا بلايك وشير علشان الشرح يوصل لغيرك ويستفيد. في البدايه يا شباب اسالكم الدعاء لاخواننا المستضعفين واخواننا المجاهدين في اليمن وفلسطين، اللهم انصرهم وثبت اقدامهم، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. في البدايه يا شباب حابب اعرف حضراتكم على بعض الخدمات اللي احنا بنقدر نقدمها لكم من خلال موقعنا ومن خلال قناتنا. احنا بنقدم خدمات السيو، بنرفع لحضرتك الدومين اثوريتي الخاص بالموقع بتاعك باستخدام باك لينكات عالميه ودائمه لتحسين ترتيب موقعك وظهورك في نتائج البحث الاولى. كمان بنقدم لحضراتكم خدمات تحقيق شروط منصات السوشيال ميديا زي اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك. لو حضراتكم محتاجين اي خدمات من اللي ذكرناها تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب او رابط الواتساب، هتلاقيه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. اسف ان انا طولت عليكم في المقدمه، ويلا بينا نبدا الشرح على بركة الله. الموقع اللي هنستخدمه النهاردة شباب هو موقع فيديو تو بلوج اي اي، طبعا رابط الموقع هتلاقيه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. بعد ما تضغط على الرابط هينقلك على الصفحة الرئيسية للموقع بالشكل ده، وطبعا اول حاجة لازم تسجل حسابك علشان تبدأ تستخدم الموقع. فنصيحة يا شباب، لو حضرتك مش هتستخدم الخدمات مدفوعة على الموقع ما تسجلش بالجيميل بتاعك، وسجل بإيميل مهمل زي ما هتشوف معايا دلوقتي. لكن لو هتستخدم خدمات مدفوعة على الموقع فتقدر تسجل بالجيميل بتاعك علشان تقدر تحتفظ بالحساب بتاعك. احنا النهاردة في الشرح ده هنستخدم خدمات مجانية، فهيكون لينا ليميت معين او لينا كريدت معين داخل الموقع، وبعد كده هتضطر ان انت تسجل حساب تاني من جديد علشان تبدأ تكمل على الموقع. انا شايف ان احنا نستخدم ايميلات مؤقتة، فهنروح على تمب مايل او اي موقع حضرتك بتستخدمه هتاخد اي ايميل. وعلى فكرة الموقع مش هيطلب منك تحقيق من البريد الالكتروني، ودي الطريقة اللي انا بستخدمها دايما. هناخد الايميل المؤقت، هنروح على الموقع بعد كده شباب وهنضغط على تراي فور فري. هنا بيقول لك ممكن تسجل بجوجل، قلنا ده هيكون في حالة ان احنا هنستخدم الموقع باستمرار او هنشترك في الخدمات المدفوعة، ولكن احنا في الحالة بتاعتنا هنضغط على continue with email. هنضيف الايميل هنا في المكان ده وهنضغط على continue. هيطلب منك يوزر نيم وباسورد، هنكتب اي يوزر نيم يا شباب واي باسورد حتى لو كان 8 حروف او 8 ارقام متتاليين مفيش اي مشكلة.
ونضغط على كرييت اكونت، اسهل تسجيل حساب شفته في حياتك. مش لازم نحفظ كلمة المرور لان احنا هنستغنى عن الحساب ده بعدين. زي ما حضراتكم شايفين كده بدون تحقيق من البريد الالكتروني ولا اي شيء، دخلنا مباشرة على الحساب. هنضغط على داشبورد، ممكن نضغط على كرييت بلوج من هنا، او ممكن نضغط على علامة البلس الموجودة هنا دي كده. هنا بيقول لك انك ممكن ترفع فيديو من على الجهاز او تعمل بالك جنريت انشاء بالجملة، ده في حالة ان انت مشترك في الخدمات المدفوعة، او انك تكتب عن طريق الصوت وهو ينشئ لك المقال. احنا طبعا زي ما قلنا هنستخدم فيديو يوتيوب، فهنروح على قناة اليوتيوب، هناخد على سبيل المثال رابط هذا الفيديو، وبعد كده هنرجع على الموقع هنضيف الرابط وهننتظر بس يستحضر الفيديو. زي ما حضرتك شايف الفيديو ظهر في المكان ده، ولكن لسه مش هنضغط على كرييت بلوج بوست الا بعد ما نظبط اعدادات المقال بتاعتنا يدويا. اول حاجة بنضغط في المكان ده، هنا بتقدر تضيف تعليمات مخصصة، يعني على سبيل المثال لو حضرتك عايز تقلد طريقة كتابة محتوى موجود في مدونة معينة او في مقالة معينة، حضرتك ممكن هنا مثلا تكتب له أرجو الكتابة بنفس طريقة هذه المدونة، وبعد كده تضيف له الرابط، هو بياخد نفس الطريقة اللي تم كتابة المقال ده بيها، وبيتم إنشاء المقال بتاعك بنفس الطريقة. بعد كده شباب بيقول لك إضافة العناصر المرئية، هنقول له أوكي وهنخليها على إمبيد فيديو. بعد كده بيقول لك إضافة لينكات، هنا بيقول لك إضافة روابط من الوصف، هنعلم عليها تمام علشان ياخد الروابط اللي في الوصف يضيفها داخل المقال. ولو حضرتك عايز تضيف رابط يدويا تقدر تضيف رابط في المكان ده كده. هناخد رابط المقال ده على سبيل المثال وهنرجع للموقع، هضيف الرابط في المكان ده. زي ما حضرتك شايف كده هو بيستحضر وصف او ديسكريبشن من الرابط نفسه، هنضغط على اد لينك. بعد كده شباب في اداة اتخاذ اجراء، هنفتح الزر ده كده، تعال نشوف مع بعض. هنا ده هيكون عبارة عن زر تفاعل داخل المقال، يعني ممكن تضغط عليه ينقلك على مكان تاني. بنقدر نعدل على النص ده من هنا، هنا في تيتل عنوان الزر، وبعد كده في وصف او ديسكريبشن، وبعد كده في بوتون تكست او كلمة اللي بتبقى موجودة على الزر نفسه. تقدر طبعا تعدل عليهم حسب احتياجاتك. هنا بتضيف الرابط لو اضفنا هذا الرابط مثلا، وتقدر كمان تعدل على الوان الزر ده، وكمان تقدر تضيف صورة، دي صورة خاصة بالمقال اللي احنا اضفنا الرابط بتاعه في الزر، فممكن ناخد الصورة دي مثلا الاوبن، الصورة اتضافت مع الزر. بعد كده هننزل نضغط على سيف. لو حبيت تعدل عليه مرة تانية بتضغط على علامة القلم دي وتبدأ تعدل عليه. لسه في اعدادات تانية، هنضغط على مور اوبشنز. هنا شباب ده بيكون عدد الكلمات الموجودة داخل المقال. طبعا احنا علشان نعمل مقال متوافق مع جوجل ادسنس او متوافق مع معايير السيو، بنحتاج ان المقال ده يكون اكتر من 1000 كلمة، فهنا الخطة المجانية بتدي لك 700 كلمة فقط. احنا هنستخدم 700 كلمة، ولكن في حل او في تركية هقول لك عليها في نهاية الفيديو علشان تقدر تحول المقال ده بعد ما تاخده من الموقع الى اكتر من 1000 كلمة، وبكده هتكون تممت معايير السيو في المقال. طبعا احنا مضطرين هنختار 700 كلمة. بعد كده اللغة ممكن تسيبها اوتو وهو هياخد اللغة اللي موجودة داخل الفيديو او لغة المتحدث في الفيديو، او تقدر تختار اللغة اللي حضرتك عايزها. بعد كده شباب في اسلوب الكتابة، النغمة، انا على سبيل المثال بخليها احترافي. وبالنسبة لوجهات النظر انا بختار اول خيار ده. بعد كده في السيو، هنا بيطلب من حضرتك انك تضيف عبارة رئيسية مكونة من 6 كلمات او اقل، فانا اخدت جزء من عنوان الفيديو اضفته. بعد كده بيقول لك اضافة اسناد للفيديو، ممكن نفتح الخيار ده شباب. هنا ممكن تضيف نص بيتكلم عن الفيديو، وكمان تقدر تضيف رابط. بعد كده بيقول لك شكل المقال، تقدر تختار الشكل اللي يناسب حضرتك، ولكن انا بخليها على اوتو. وبعد كده بيقول لك استخدام الفصول كخطة تفصيلية للمقال، نقول له اوكي. هنا بيقول لك استخدام الرموز التعبيرية، اوكي. واخر حاجة ده يا شباب ده نطاق الوقت الخاص بالفيديو، يعني الفيديو ده مدته 11 دقيقة و15 ثانية. انت ممكن تقلل الجزء اللي انت عايز منه المقال او تخليه زي ما هو الفيديو بالكامل، فانا غالبا بسيبه الفيديو بالكامل زي ما هو كده. هنا تقدر تسايب التمبلت اللي انت عملته دلوقتي ده علشان ما تحتاجش تعمل الخطوات دي كلها مرة تانية. كل اللي هتعمله في المرة اللي جاية انك هتضيف بس رابط الفيديو، وكل الاعدادات دي هتكون موجودة معاك داخل القالب ده. ولكن طبعا احنا بنستخدم خطة مجانية فمش هنحتاج نسايب حاجة. هنا لو عندك اقتراح لاي اعداد جديد انت عايز تقترحه على الموقع تقدر تضيف الرسالة بتاعتك من المكان ده. كده شباب احنا عملنا كل الاعدادات المطلوبة مننا للحصول على مقال احترافي، ودلوقتي يا شباب فاضل ان احنا بس نضغط على كرييت بلوك بوست علشان نشوف المقال بتاعنا هيكون عامل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأ في انشاء المقال بسرعة رهيبة شباب، زي ما انتم شايفين في اقل من 30 ثانية هيكون المقال جاهز.
كده شباب تم الانتهاء من انشاء المقال، وده الشكل النهائي للمقال. وزي ما حضراتكم شايفين كده حتى الزر اللي احنا انشأناه موجود. طبعا المقال ده انا انشأته بطريقة تانية يا شباب، ده انا طلبته منه علشان نعمل مقال بشكل تاني غير اللي احنا شفناه في المقال الاولاني اللي حضراتكم شايفينه ده. لو حضراتكم لاحظتوا هنا في لقطات شاشة هو واخدها من الفيديو نفسه وضايف الشرح تحت لقطات الشاشة، لكن انا هنا طلبت منه ان هو يضمن الفيديو نفسه علشان نعمل مقال بشكل تاني. طبعا الموضوع ده اختيار موجود، انت حضرتك بتقدر تختاره. خلينا الاول نشوف المقال ده عامل ازاي. زي ما حضرتك شايف كده ضمن الفيديو، وبعد كده بدأ ان هو يدخل على الشرح، كمان بيضيف لك عناوين رئيسية ورموز وعناوين فرعية وفقرات، كل حاجة مكتملة. احنا بس محتاجين ان احنا نزود عدد الكلمات اللي داخل المقال علشان يتخطى الالف كلمة، وهقول لك حالا هتعمل كده ازاي. الاول خليني اقول لك ازاي هتنشئ مقال بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، او تنشئ المقال بالطريقة دي اللي هي طريقة لقطات الشاشة. كل اللي حضرتك هتعمله هتيجي على الاختيار الخاص بالعناصر المرئية، هنفتح الخيار ده شباب، وبعد كده هنيجي نضغط على السهم ده. هنا هو بيقول لك تضمين الفيديو، وده اللي انا اخترته في انشاء المقال اللي عملناه مع بعض دلوقتي، ولكن احنا هنختار اخر خيار اللي هو الصور مصغرة للفيديو. هو كده هياخد لك لقطات شاشة من الفيديو ويضيف لك الشرح زي ما شفنا في المقال الاولاني اللي عرضناه في المقدمة. ده كل الفرق يا شباب بين طريقة الانشاء الاولى وطريقة الانشاء للمقال التاني اللي احنا عملناه مع بعض. طبعا يا شباب زي ما حضراتكم شايفين المقال ده بيتخطى الالف كلمة، وكانت فقرات الكتابة دي فقرات صغيرة، وانت باخد الفقرة وادخل على شات جي بي تي اطلب منه ان هو يضاعف كلمات هذه الفقرة مع الحفاظ على المحتوى، وكمان يحسن الكتابة من كتابة بالذكاء الاصطناعي لكتابة بشرية. وهي دي التركية اللي انا كنت عايز اقولك عليها، بالطريقة دي حضرتك هتقدر تضاعف الكلمات وتحسن كمان مستوى الكتابة، وهتحصل على أرشفة سريعة جدا أو فهرسة للمواضيع بتاعتك في وقت قليل جدا. أنا والله يا شباب في البداية ما كنتش متخيل إن المقالات دي أصلا هيتم أرشفتها، ولكن بالصدفة بعد 3 أيام خدت رابط المقال ودخلت على جوجل سيرش كونسول، واتفاجئت إن المقال متأرشف. كمان لما خدت عنوان المقال زي ما حضراتكم شفتوا في بداية الفيديو ودخلت على محرك البحث جوجل، لقيت إن المقال موجود في المرتبة الأولى. في النهاية عايز افكر حضراتكم ان احنا بنقدم خدمات السيو وتحسين محركات البحث. لو حضرتك محتاج اي خدمات او خدمات السوشيال ميديا تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب، بتلاقيه دايما موجود في الديسكريبشن تحت اي فيديو او في اول تعليق. المميز بقى في الاعدادات المدفوعة يا شباب، لو ضغطنا على سيتنج من هنا، دي ميزة جميلة جدا انك تقدر تعمل كونكت للاستضافة بتاعتك مباشرة هنا، وترفع المقال تلقائيا من الموقع على الاستضافة بتاعتك، ممكن على wordpress.org wordpress.com، وكمان اليوتيوب تقدر تربط قناة اليوتيوب، موقع ميديم، بلوجر، ويكس، شوبيفاي، كل المواقع اللي حضراتكم ممكن تكونوا بتستخدموها تقدر تربطها تلقائيا من المكان ده، ولكن طبعا بيكون بالخطط المدفوعة. بعد ما انتهينا من انشاء المقال يا شباب هنيجي بعد كده هنضغط على ال3 نقاط اللي حضراتكم شايفينهم دول علشان نبدأ نحلل المحتوى بتاعنا ونحسنه اكتر. هنا عندك محلل المحتوى، لو ضغطنا عليه نتيجة 86%، ده ممتاز جدا. بعد كده لو ضغطنا على البيانات الوصفية هنا حضرتك تقدر تعدل على العنوان والوصف وكمان العلامات او الكلمات المفتاحية. وبعد كده في حاجة مهمة وهي كاشف محتوى الذكاء الاصطناعي، ولكن ده ما بيدعمش الخطة المجانية يا شباب. تقدر هنا تعدل على العبارة الرئيسية زي ما حضرتكم شايفين كده، بعد ما غيرت الكلمة المفتاحية او العبارة الرئيسية قدرت ارفع النتيجة ل 93% بدل 86 يا شباب. طبعا بعض الميزات دي مش مدعومة في الخطة المجانية يا شباب. بعد ما خلصت التعديل بتاعك بتبدأ تضغط على اكسبورت من هنا. حضرتك ممكن تنسخ المقال على شكل كود HTML، لو ضغطنا على كوبي من هنا كده تم نسخ المقال. تقدر كمان ترفع المقال تلقائيا على wordpress.com او wordpress.org، ميديم، بلوجر، كل ده مدعوم. فاحنا زي ما قلنا هننسخ المقال على شكل كود HTML، بعد كده هتروح على الاستضافة بتاعتك سواء كانت wordpress او اي استضافة، انا بستخدم بلوجر. هضغط على مشاركة جديدة وبعد كده اختار عرض HTML وهضيف الكود زي ما حضراتكم شايفين كده. هنروح بعد كده هناخد العنوان وبعد كده هرجع اضيف العنوان يا شباب. طبعا الاعدادات بتاعتك ووصف البحث والكلمات الرئيسية، وبعد كده هضغط على ال3 شرط دول علشان لو في اي اخطاء في كود ال HTML يتم تصحيحها تلقائيا، واخر حاجة هضغط على نشر. ودلوقتي يا شباب تعالوا نعمل معاينة للمقال، وده يا شباب الشكل النهائي للمقال بعد رفعه وقدمة وبعد كده النقاط الرئيسية وفقرات، حتى الرابط اللي احنا اضفناه حضراتكم رابط المقالة التانية.
موجود هنا اهو، لو ضغطنا عليه هيودينا على المقال الثاني. كمان زر التفاعل اللي اضفناه والصورة زي ما حضراتكم شايفين موجودين، ولكن في حاجة صغيرة هنا بقى احنا مش عايزينها. هنا في النهاية هتلاقي جنب اسم المقال موجود اسم الموقع والرابط الخاص بالموقع، ده طبعا احنا عايزين نشيله. فهنرجع تاني على كود ال HTML بتاعنا، هتنزل لنهاية الكود هتلاقي في الجزء الاخير ده اسم الموقع فيديو تو بلوج، وهتلاقي الرابط زي ما حضرتك شايف كده. فاحنا هنيجي ناخد الجزء ده كده بالكامل، ده الجزء الخاص برابط الموقع واسم الموقع، فهنحذفه. وبعد كده هنضغط على نشر. تعالى نرجع للمقال، هنعمل ريفرش للصفحه. تعالوا ننزل لنهايه المقال كده نشوف تم التعديل فعلا. زي ما حضرتك شايف تم ازاله الرابط من هنا نهائيا. مقال احترافي، طبعا زي ما قلنا شباب ان احنا ممكن نزود عدد الكلمات الموجوده عن طريق استخدام شات جي بي تي او اي منصه ذكاء اصطناعي حضرتك بتستخدمها علشان المقال يتخطى الألف كلمة. كمان تقدر تعدل على الكتابة بالذكاء الاصطناعي وتجعلها كتابة بشرية، وبكده هيتم أرشفة المقال بتاعك فهرسته في أقل من ساعة. كده شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة. ياريت لو عجبك الشرح متنساش تدعمنا بلايك وشير علشان الشرح يوصل لغيرك ويستفيد. ولو حضرتك أول مرة لسه تشوف القناة متنساش تدعمنا باشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم أخوكم أحمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.